تصاعدت التظاهرات الثورية في مختلف مناطق البحرين، وأحيا الناس الذكريات الكبرى التي شهدتها الأيام الأولى لثورة 14 من فبراير. على هذا الصعيد خرجت جموع من المواطنين في فعاليات متنوعة إحياء لذكرى الشهيد عبد الرضا أبو حميد الذي قتل برصاص الجيش وتحول إلى رمز للتضحية والإقدام في مسيرة الثورة. كما عمت التظاهرات بلدات عديدة في ذكرى الخميس الدامي يوم باغتت قوات الشرطة والجيش فجراً المعتصمين في دوار اللؤلؤة وقتلت عدداً منهم بالرصاص وبالتعذيب. السلطات لم تغير من أسلوبها في التعامل مع الحضور الشعبي في الميادين، وقمعت التظاهرات باستخدام الغازات السامة والرصاص الانشطاري، كما تواصلت المداهمات على البيوت وشنت حملات متفرقة لاعتقال المواطنين في منطقة السهل الشمالية. وردا على الاعتداءات نفذ متظاهرون عمليات توزعت على مناطق عدة أكدت على المفاصلة مع النظام وفقدانه الشرعية.